الميدان يقدم الرصيد الجديد للموسم الجديد 2011-2012. نرحب بكل القادمين ايضا للمشاركة هنا في دولة الامارات وفي هذا الميدان بالذات ميدان الوثبة عاصمة الميادين في انطلاقات رياضتنا العربية الاصيلة. نسير اذا مع مقدمة الشوط حاملين الامال برفقة الاخوة المشاركين، مقدمين ايضا لهم التحية على هذه المشاركة الجبارة والمشاركة المميزة في كل التحديات. نبدأ إذن مع المركز الأول وهناك فزعة، مبارك بن عبد الواحد بالخزع العامري ينطلق مع فزعة في اندفاعة الفزعة الأولى. على ثاني المراكز مصيحة في المركز الثاني، حمدان بن خميس بن عتيج الرميثي، يا سلام الأسامي بدأت تظهر هنا على المركز الثالث. الظبي على المركز الثالث من خلال هذا المسار. الضبي على المركز الثالث لسعيد بن محمد العامري في المركز الثالث، وفي رابع المراكز دخول قادم من الظفرة سالم بن سعيد بن منانه السويدي، والمركز الخامس شعارات متميزة وشعارات بالفعل تتواجد من الغربية، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على المركز الخامس. أما سادس المراكز هي الشاهينية، محمد بن سلطان بن هويمل العامري على المركز الثالث، وفي المركز الرابع انطلاقة من الشاهينية سالم بن حريب الشامسي، يا سلام كل الأسماء هناك على المركز السابع اللي هي يا سلام بن حافر حما بن علي بن حما الشامسي على المركز الثامن، وتاسع المراكز الحذر راشد بن سالم بن راشد الجتبي. أما المركز العاشر فأيضا جواهر سالم بن سعيد بن منانه السويدي بشعارات مختلفة قدم الجميع كما ذكرنا نجوم هذا الموسم من خلال هذه الانطلاقات. يا سلام البدايات والتوقيتات تبشر بأننا أمام موسم صعب بإذنه تعالى من خلال هذه البداية. عودة إلى المقدمة، عودة إلى فزعه الفازع على الصدارة هناك، مبارك بن عبد الواحد بالخزع العامري هو اللي ينطلق بفزعه على المقدمة وعلى صدارة هذا الانطلاق، يعبر عن قوة الإرادة. يا سلام روح مبارك روح، البداية بدأنا وعلى الله توكلنا، وبالفعل الكل هنا في رغبة الانطلاق ورغبة التحدي. المركز الثاني الظفرة على ثاني المراكز تظفر وتحاول الظفرة أيضا بناموس هذا الانطلاق، سالم سعيد بن منانة السويدي اللي على المركز الثاني منافس قوي ومتحدي دائما في كل المشاركات. المركز الثالث محمد بن حمد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع الظبي في المركز الثالث، ضيف قادم للمشاركة هنا وخطر الموسم وصل هنا مع الغربية. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري في هذه الانطلاقة التي تحدد هذا المسار هذه التحديات. المركز الخامس الشاهينية، محمد بن سلطان بن هويمل العامري على المركز الخامس. جرب يلي بجرب، خلنا نشوف هناك الفزعة، نشوف الفزعة على الصدارة ونتابع أيضا القريبين من الفزعة. الشاهينية علي بن يميل الوهيبي منطلق مع الشاهينية في المركز السادس، وفي المركز السابع تدخل بدأ الآن في سابع المراكز ممثل مرغم قادم مع الشاهينية راشد بن محمد بن راشد بن قدير بدأ الآن بتقديم الشاهينية في هذا الشوط هناك على المركز السابع. نعود مع سابع المراكز وأرى سليمان برويشد الجهني مع المتحدة ويتحد مع قمة الانطلاق. المركز الثامن دخول هناك شعار سيد محمد بن سالم بن حبروت كما أتابع وكما أرى من خلال هذه اللحظات، الأرقام بعيدة عنا، الكل هنا يتابع هذه اللحظة. وجرب يلي تبغي أيضا لذاعة تبغي التواصل هني، خلك في المقدمة وخلك في الفورمة مثل ما قلنا دائما وندانا مع كل الفائزين. هناك الصدارة والحذر حذر حذر حذر، مبارك بن عبد الواحد بالخزع العامري مع الحذر على صدارة البداية حاملة الإثارة الأولى هناك بدأت مع الحذر. جواهر والشاهينية سالم بن سعيد بن منانة السويدي، وأقول الظفرة هي الظفرة هي الظفرة من إنتاج متميز قدم أيضا سالم بن سعيد بن منانة السويدي هذه الانطلاقة. المركز الثالث الشاهينية راشد محمد بن راشد بن غدير في ثالث
المراكز معلن هذه البداية ومعلن هذا التحدي. شعار يعرف دائما التنافس القوي. هناك على المركز الرابع الغربية وأهالي الغربية يحتفلون مع الغربية محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. والمركز الخامس خامس المراكز يا شاني سعيد بن غدير بن الاشتبيلي على المركز الخامس وسادس المراكز. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوف اللي جاي شوف اللي جاي شوف القادمة القادمة بقوة الإثارة والتحدي. الشاهينية عمران بن حمد بن مرحومة. يا سلام يا سلام يا سلام. البدايات التحديات الرغبة هنا. وصلنا إلى آخر الأمتار آخر كيلومترات هذا الشوط وكل الأشواط. المرحلة الحرجة المرحلة القوية. التقدم بدأ من الظفرة. الظفرة أعلنت أنها سيدة الموقف في هذه اللحظات. سالم سعيد المناني السويدي المتحدي. خل بالك المتحدي هنا على المركز الثاني. الغربي على المركز الثاني محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. والمركز الثالث أيضا الشاهيني راشد محمد بن غدير. منافسة شبابية على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام. الشاهينية وأقول الغربية وأقول هناك جاوز يا اللي بتجاوز وروح يا اللي بتروح. النهاية هنا ماذا تحمل ماذا تحمل. الظفرة من الشاهينية الظفرة من الشاهينية الظفرة من الشاهينية. السلام وين؟ مرغم 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 من البداية من هذه اللحظات تعلن الانطلاقة ويعلن هذا الشعار. تهانينا تهانينا والنمو سيد راشد محمد بن راشد بن حمد بن غدير على فوز الشاهيني. وسلام مرغم سلام. المركز الثاني ذهب الى الظفره سالم سعيد من السويدي. والمركز الثالث الغربيه محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الرابع سليمان بن رويشد الجني. والمركز الخامس لعمران بن حمد بن مرحومه العامري. والمركز السادس جواهر سالم سعيد بن منان السويدي. المراكز كلها وصلت والانطلاقات كلها ما شاء الله. والعوده الى توقيتنا الزمني العودة إلى التوقيت الزمني اللي بدأ يحمل هذه لحظات وصول الشاهيني. 7 دقائق و51 ثانية وجزئين من الثانية هو التوقيت أعلن هذه الانطلاقة. تهانينا والناموس سيد راشد محمد بن راشد بن غدير على هذا الفوز. وأيضا تهانينا لأهالي مرغم كافة. المركز الثاني 7 دقائق و51 ثانية 9